السلام عليكم. هاد اللايف غيكون خفيف ظريف بالزربيكي، بصحة فطوركم لي صايمين ولي شاحتين، بصحة شحاتكم، رمضان مبارك سعيد. هاد اللايف غيكون بالزربة، غنحاول نهضر على واحد النقطة كانت برزتاتني واحد النهار من واحد الحديثة كانت طرات ليا. واحد النهار كنت تنتقاوى مع واحد العشير ديالي، مهم جاني واحد لابيل بالزربة وخرجت بدي ما نخلص، خرجت نتسنى في باب القهوة، وباب القهوة جا على الشانطي، وقفت على جيت عند الرصيف الرديف، وقفت وجاي واحد سي بي ار جوج شفارة طيروا لي التليفون مدني شفروه. بالنسبة لي أنا الحالة حدا تما سالت، اسمحوا لي، بالنسبة لي تما الحالة حدا سالت تما، لأن التليفون مشى ميمكن ليش ترجعه. خرجوا صحاب القهوة تيتجاهلوا، مالك، عرفتي دوك. خرجوا صحاب القهوة بزاف، قال لي مالك شنو طرا لك وكذا. قلت له اخويا ما عرفتش علاش تهضروا معايا، راه كلشي شفتوه بعينيكم. وفعلا كنت صادق، لان مشى التليفون شان تبعو حمق انايا. الحاجه اللي يمكن لي نديرها نمشي نديكلاري ونتكمش نشري بورطابل ولا نتسلف ولا نجبد شي عظم. المهم صاحبي خرج تيجري من القهوه قال لي ناري وكذا شي من هنايا. قلت له صافي يلا نكملوا، كان عندنا واحد الشغل قضيناه. كمال جا قرينا اخويا ما تكثروش، خليو عبد الله تكومونتي. صافي جا داك الدري من بعد، الدري دار مسكين المجهود ديالو، مشى لحومته وسول كذا الى اخره، تفقد الاثار ويجي يقول لي راه واحد فادوك من صحاب القهوه اللي هضرتي معاهم، راه درتي فيهم وقلتي لهم نتوما مالكم وكذا، راه كان باغي تعرف دوك الناس وغيجيب لك البورتابل ويدي لي الطاو في الراس. السلام عليكم العشرين. ويدي لي الطاو في الراس. قلت دابا هذا جوج حالات عنده، يا كذاب ما تعرف حتى شي حاجه غير بلك على الدري، يا عنده الصح. غالبا هي كذاب بيني وبينكم، مي خديت الاقتراح الثاني اللي هو عنده الصح، يمكن كان عارف السيد. وانا حنت قلت لهم صافي راه تشفر ليا، ما عندي فاش نهضر، تقلقوا وما تلاش باغي يمشي يجيب لي البورطابل. وبقيت تنتامل واحد السيمانه تنفكر تنقول دابا يدير فيا خير لوجه الله، ولكن عنده شرط انني نهضر معاه زوين. دونك الا تحقق الشرط انني هضرت معاه زوين، هاد غيدير فيا هو الخير، عرفتي. والسؤال اللي هو جوهري كبير وتبان بسيط جدا، كان عليك تهضر الناس تعرف. لا، واش الا بغينا نديرو الخير في شي واحد، واش خصو يبدل الصوره ديالو يولي انسان وتيهضر زوين وتيدير كل شيء زوين، ومن بعد واش غنقنعو؟ ومن بعد واش انا ما نحاول ما نقراش لي كومونتير باش ما نتربش، نكمل القصه ديالي. ومن بعد واش هذاك اللي يدير فيك الخير غيقنع؟ نعطيكم مثال، تيكون جون عنده 15 عام ولا كذا، تمشي عند واحد السيد تيقول له عافاك سلفني 100 درهم، داك السيد ميسور. المهم تيجي عنده داك الدري تيقول له ديك 100 درهم، داك السيد اول حاجه تيقول له لاش بغيتيها؟ ترى السيد باقي صغير قد يكون طب فلوس الموضه، با يخرج مع صاحبته بغاها يشري شي حاجه، الله أعلم. لا يقد يكون فريمو شفر لباه 100 درهم خصو يرد دعها. دوك انت ملي تتسولو لاش بغيتيها تيضطر يكذب باش عرفوا المجتمع ديالنا شنو السوسات اللي فيه. وانت بامكانك تعطيه 100 درهم ما غتبرزطكش كاع، الا ما نعطيوها له شي كمي بها الكوار روات. هو
تيسولو شنو بغيتي، الدري مسكين تيكذب، لا راني عندي عملية في رجلي غيحيدوا لي واحد اللعبة وخصني لها 100 درهم وكذا. تيقول اه فين اوراق العملية؟ شكون شاهد على هضرتك؟ الدري لا بقى جونتي و تيرغب و يزاوق، خصو يوصل لمرحلة البكا، حتى هادشي طرا لي وانا صغير، خصو يوصل لمرحلة المزاوقة والدموع والخنون هابطة. والاخر اللي غيعطيه 100 درهم واخا يكون مثلا عمو ولا خالو ولا شي صلة قرابة كبيرة، خصو يشوف مو تيزيد يتمرمد ياكو، هو ما غدروش 100 درهم ويقول له اه بكيتي دابا مزيان هكا نبغيك، قد يعطيه 20 درهم ويقد ما يعطيهش كاع. دونك حنا تنبغيو نديرو الخير في بعضياتنا، واكتشفت هادشي مع مرور الايام الحمد لله. دابا تزاديت اكثر نوج واكثر في العمر، وليت تنفهم وعرفت باللي حنا واحد العرق فينا، فينا حنا واحد الجنس فينا عرق الاستعباد ماشي العبودية. حنا ما تنميلوش نكونو عبيد حاشا، مي تنميلو نستعبدو عباد الله. فداك مول بورطابل خص يشوف في النظرة الاستعباد والخضوع، الخضوع تخضع تقدرها هادي يعاونك. وهذاك مول 100 درهم خصو يشوف داك الوليد مسكين تيخضع تستعبد، وتقد تقول له جي عندي غدا مع الثلاثة، والله الا شي تيطرب الله جي عندي غدا تا الثلاثة، وتيجي داك الدري مسكين مع جوج الله رب الله اعلم شنو حاجة شوف ديك الفلوس، وتيوقف وما تجيش وتتعيط دور له دور له ما تيجاوبكش هو حنت الداخل ديالو هادشي صافي ماله الدراري وحق الله، حنت هو في الداخل ديالو خص تيستعبد امك حق الله. بحال دابا البنت تتغلط تتمشي مع شي دري مع شراه مودة، دار واحد الفيديو راه تيضحكوا عليه واحد اليوم، تسمحوا لي ما قراش لي كومونتير، بغيت نبقى مركز على هذا الموضوع تيهمني بزاف. تتموت مع الدري، تمشي تنعس معاه، تتقاتل معاه، تضيباني عليه كل شيء، واحد النهار تتوقف عليه، واحد النهار لحاجة ما تتوقف عليه. اه شكون انت؟ شكون انت؟ علاش بغيتيها؟ كي تجيني وديك البنت خصها ترغب، خصو يعاود يديها ينعس معاها، وخصو يكرف سما على ديك الحاجة، وهي مسكينة خصها تدلل وتستعبد. هاد إلا كان فيه واحد العرق دار الرجولة، هادشي راه قصدنا أنه راجل، يا حسرة الرجلة عندنا في البلاد، يعطيها داك لافير ولا يمسح شي تصاور تيهددهم بها بلا ما ندخل في التفاصيل اللي تطعن. أما الغالبية شماتها، تيخلي داك الدري 3 أيام وتيدور له في الاخر، تيقول له عافاك ما تدورش في هاد النمره. داك اللي في البورطابل ما عمرو جاب لي بورطابلي حيت ما قلتلوش درتلوش هكا، وديك البنت ما تتاخدش ديك الحاجه وتتفارق معاه كاع. مي لنفرض انهم ناس زويونين، اكتشفت باننا حنا العرب، باش يدير فيك الخير؟ عرفتي شنو هو الخير؟ انا نفسر لراسي، اسمح لي ما نفسر لكم شنو ما عارفين، غنفسر راسي شنو هو الخير. تنهضر مع راسي، الخير هو تدير شي حاجه اللي انت سواء مستغني عليها او لا ما مستغنيش عليها عن طيب خاطر، خاطرك بغات تديرها لا لشيء، انا بغيتي تعطيها لعباد الله. دونك ما عندك حتى شي شرط فعل الخير، انت بغيتي فقتي واحد الله يحفظك اخويا طارق، يعني خص انت باش عن طيبي خاطر دير فيا واحد الخير، علاش تولي في الاخر تدخل معايا في علاش لابس القميص عوجه؟ اه قلت كان ديك لافوار ولكن ما جيتيش بالسبرديله، جيتي بالصباط. اه انت تشوه بيا، تفهموا الامه ديالنا شنو هو سبب الفلس ديالها؟ سبب الفلس ديالها هو اننا عرق تنميلوا للاستعباد، احنا عرق ما تحررش من الجاهليه، ما تحررش منها كاع.
يمتلك امك ويكون عنده بزاف ديال الادوات باش يملك على انك تبقى انت حاضر له في حياته، باش هاد ممكن يصرف فيك واحد شوية ديال الخير. دونك انا من هاد المنبر، ريمبر، من هاد المنبر تنقول الدراري اللي دابا تيتفرجوا فيا وعندهم شوية ديال الفهم سالم من الامور، عافاكم ما تعاودوش الاغلاط ديال بحالنا، ما تعاودوش الاغلاط ديال بحالنا، ما تعاودوهمش. لا قديتي تعاون، انا طلبت شحال هادي المساعده في لاباج، شحال هادي، هذا واحد العامين ولا 3 سنين، كلشي دخل عندي. اه وكي غدير وباش عرفنا وشكون انت وما هي غتقات ويكاس عبي واك اخبار، تبقي تفلسف عليك على 100 درهم، تتفلسف على مساعده بسيطه، صدقت ما درت لا بروجي، صدقت عاوني واحد دريري باقي ممتل ليه وهو اللي ما تسول على والو، جاوب قال له يعاون لي، لا هو قال لي انا حازق، قال لي في لافير واحد 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 من 140 ألف، بيزار. دونك الدراري اللي عندكم شويه الفهم سليم، عندكم نظره مستقيمه للاشياء، تنتمنى انكم نهار تبغيو ديروا الخير. الله يحفظك اخويا العشير، لك اديروا الخير، حاولوا ديروه بدون شروط، لانك من تتشرط على داك خونا وتبغي ضمانات وبقات سميتو الخير ولا سميتو البيزنس، غندير لك هاد الحاجه وباش نديرها لك خصك دير هاد الحاجه. ياك انت اللي قلت لي غدير لي هاد الحاجه، علاش في الاخر ما تليتيش درتي هاد الحاجه؟ حنت ما درتش انا هاد الحاجه، دونك علاش قلت لي النهار الاول ندير لك هاد الحاجه؟ علاش قلت لي الوالد نشري لك سبرديله؟ اه ما جبتيش 18 ما غناخدها لكش، قول لي انا حازق غنفهم صافي، راه تنفهمو او لا بغيتي تمشي تخلي فلوس القهوه ولا الله اعلم، الله اعلم. انا عندي حسن النيه، سبقت انه ما عندوش غير كذب مسكين، قولها لي النهار الاول، ولا عنده بغاك زعما دير النفس. اه قلتها له، قلت له نشري لك جيتاره ولكن جاب 6، ايش اختي خذوا الجيتار يقدي ولي ملحن عالمي بديك الجيتار، امنوا بالموهبه وامنوا بالمساعده، ماشي كل شيء ولاد الحرام. حنت حنا عندنا واحد المبدا بسيط جدا، حنت حنا العشير عندنا واحد الاشكاليه، وحق الله ربونا هكا، ربونا انت متهم حتى تثبت براءتك، وانا ما نعرفكش، فبالنسبه لي انت متهم حتى تثبت براءتك، ولكن هي لا، راه انت بريء حتى تثبت ادانتك. انا هادشي اللي عارف في الحياه، تندخلوا بسوء النيه وكاينين ولاد الحرام في الارض كلها، في الارض كلها، ما كاينش غير في المغرب. سمح لي ما غتقوليش بحال دابا تتمشي عند شي بنت، تتمشي عند صاحبتها تتقول ليها عافاك نهار 2 واش ممكن تخلي لي تل مثلا جلابها، صاحبتها تقول لها لا والفرحات عليا 2 6 جي 6، تجي الاخرى ما تلقاش الاخرى، وتبقى تقول ديك الاخرى اللي ما عطاتهاش هذيك اللعيبه، تتمشي عند الاخريات تتقول لهم الشي الاخرى راه جات عندي وبغات مني كذا، عم الله شتمشي بدي والله ما عطيتها لها، الاخرى تيقول لها ويلي عندك تعطيها لها، هي متهم حتى تثبت براءتها، تتقول وياه ما عرفتش يخرج منها، تقطع ليا ولا شي حاجه، تتصق ما قيلي لهاش هاد المعلومه، قولي لها في وجهها قال لها باش نعطيك جلابه صافي. انا هادشي اللي باغي نقول لكم، هاو نعيشوا بزاف. دونك هاد اللايف صغير جدا، وهذا وساليت انا هضرتي، شكرا لكم، تنتمنى من هذا الجيل اللي طالع يستوعب اش تنقول له، نهار تبغيو ديروا الخير ديروه بدون شروط، ما كاينش شرط الفعل الخير. من اكبر الشروط اللي تطالب الشعب المغربي هو الاستعباد، هو يشوف كما بغى هو، كان يهضر معايا زوين وكنت نجيب له بورتابلو،
انا قلت لك غير ما تهضرش معايا، راه تشفر البورطابل، ما سبيتك مع عايرتك، اطلب مني حتى شي طريقه اخرى باش نقول لك عاوني. شعب حاشي دوماج العواش، راه ما قصه نخسر في الهضره دابا. علاش الدراري عافاكم اللي واعي شي شويه وزوين وقد يفهمني دابا، عافاكم راه تتغلب علينا ديك الان الانه والتربيه ديالنا العوجه، حاولوا تعاودوا ترجعوها. كفامل استعباد، كفامل استعباد اول حاجه في اساسي من اساسيات الحياه هي فعل الخير، هي فعل الخير اللي شاط عليك ديرو بسترة وزوين. وتلا ما قديتي لهذا الشيء، ماشي موضوع الستر، الا ديرو في واحد الانسان جاك مباشره خليه حمق، خليه هبيل، خليه عطيه ديك اللعبه، قول له سير يلا، ها ما تعرف يكون الخير في داك لاكت اللي درتي وتبدل حياته. شعب كيعيش اوضاع مزريه وتعني في جميع القطاعات. اخويا انوار عندك الصح، ما بغيتش نقرا لك كومونتير غنتبلبل، لان عندكم الصح والله العلي العظيم. تنعذر في الاخر تنعذر، مي انا تنقول كاينه واحد الفئه اللي غتفهمني، كاين واحد الفئه اللي تتعاني من هذا الشيء وفاهمني اش نقول. انا تنحاول ما نشوفش في ليكرون باش ما نقراش لي كومونتير، ونبقى مركز كومونتير بالطا، ما نبقاش مركز. حاولوا تحيدوا هذا الفيس ديال الاستعباد، رباه فينا والدينا، رباه فينا القطاع، جميع القطاعات اللي في المغرب، قطاع التعليم، قطاع الصحه، جميع القطاعات رباه فينا. خصك تكلبن وتحني وتستعبد وتولي عبد، ويبزق عليك ويشتف عليك وتمشي وتجي ويدير لك امتحانات. من انت تدير لي امتحانات انا؟ يا شكون انت تدير لي انا امتحانات؟ شكون انت تدير لي انا امتحانات؟ حنت طلبتك على واحد البليزير، فافان كولو خلاوها الاخرين، ما دير ليش الامتحانات، قول لي اه ولا لا. سمحوا لي طالع لي الدم في هاد الوقيته، ما فرحانش كاع، ديروش لينا الامتحانات. لا جي غدا مع 6 و4 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 و65، كون واقف وجيب كومبلي معاك وستة باش نعطيك شكارة، أسير غي كولها. للأسف كاينين دراري محتاجين لها مساكن، للأسف كاينين الناس محتاجين ليها. تنطلب من هذا النهار يا ربي لك تتقبل دعوات، ما تخليش عباد الله اللي محتاجيني يحتاجوا لعباد الله. حنت بان لي راه عقليه هي دايره الاستعباد. مسكين واحد واقف في دو تمشي، خالو طبيب وخالو مسالي قبو، ما فيه ما نخص الهضره على واش راه مسالي قبو، شاري دار هنا شاري دار هنا، عنده كلينيك ديالو، عنده يدو ولد اختو، واحد ولد اختو، اختو في الباديه بعيده تحشم منا بعدا مسحه انتو تيعصري مع الاطباء والطبيبات بحالو. جا عنده واحد النهار بصباط وقال له عاوني فيا فتق مثلا، تعرف شي حد؟ اه تنعرف، دور لي غدا. وباش يدور له ما خصوش يغلط، شوفوا وياكم ويغلط، وصيفط له ميساج يقول يا على عائله كي دايره، غيتشوه الدري وغدو الخبر، اشوفوا هالخير قلت له جي غدا، هو مصيفط لي يا على عائله، علاش ما بغيتش تخالط معاهم؟ والله ما يتوسط له يمشي يفتح، والله لا توسط له، ولا توسط له تيتستعبد امه، تيبدا يقول اوف على عائله عندي قهروني، تيمشي ويجي هو انكو تليفون، الو سي بردلاني سي زنيبر البناج العظيم، عافاك واش تعرف شي فاتح للفتق عظيم؟ لا هادشي ضرني في خاطري، شي فاتح للفتح عظيم، تيقول له تنعرف سير المرني سير فاتح للفتح عظيم، عفك واحد الحالة عندي من العائلة راه ما فحالوش، هل أنت متأكد؟ آه أنا متأكد، كاين الكلمة الصدق بيناتهم، أرجوك، تيقول له لا تقول لي أرجوك، هيصف داك الوليد، تيقول له ولد أنا نجيبك من تما ونديك، ويحطو ويغرز له وبيدو يدير له داك السفيفة وداك الشي بقي يخيط له، وخصو يدير القبز ويصيفط معاه القفة، والختو اللي في العربية ولا خالتو اللي في العربية راس تيرا تيضر في الخاطر، تيستعبدو وتلا دار فيه الخير، الاخر تيبقى فيه وصمة عار وتيورتها.
وتيوراتها وداك اللي من العربية مثلا، حتى انا طرف العرب، انا عرفت نهضر على العربية حنت الوالدة ديالي عربية وفاهم شنو طاري عندنا في البلاد، تيمشي هو تيسقوا وتيهبط للحضارة وتيدير للولاد اللي في العربية الاخرين نفس القضية اللي دار له واحد ولد ولد جد خالته. الاستعباد، عقلية ديال الزفت. بغيتيني ندير فيك الخير كون كيما بغيت انايا، فافان كولو ما غنكونش كيما بغيتي انت، قد دير فيها الخير ديري ديرو، ما قدش قول لي في الساعة الأولى سمح لي ما نقدش نجيب لك بورطابلك، سمحي لي أختي ما نقدش نعطيك الجلابة، سمحي لي، سمح لي يا خويا ما نقدش نديك السيرك، أو ولدي سمح لي يا ولدي ما نشريش معاك سبرديلة. تنتمنى من الدراري اللي تفهموا شويه ايفيتيو هذا الشيء. انا الحلم ديالي هو يجي واحد الجيل خالي من الامراض العقليه، تنقول لهم تنقول لهم انا هاد العرب طالقيننا مع السبيطار الحماقه صاحبي، حتى واحد ما فاهم حتى شي لعبه حتى شي مبدا حتى حاجه صحيحه، الانا والنرجسيه هي اللي تطغى على عباد الله. سمحوا لي نقولها لكم الا من رحم ربي، تنتمنى يكونوا شي وحدين من دابا يزرعوا لنا شي زريعه فاهمه، او بلاد الكفار هاي تتوقف عليه. عاود ليا الصديق ديالي اسامه كان في اسبانيا، الدوله قالت لهم غنديروا بداو نتخلصوا على المرض وداك الشيء، حيت كانت واحد الوقيته فيها لا كريز. قال لك الاطباء كاملين داروا كريف، قال لهم ما خدامينش. لاش سيدي ما تخدموا الناس؟ حيت ادينا القاسم نداووا عباد الله نير، ما يجيب لكمش البكيات شي الدراري. الناس اداو القاسم ما حلفوش بالله، ما تعرفوش الله، بنادم ادى القاسم والله تغنداوي بنادم فابور. قال لك يجي عندنا الحاله نداوي، وهاد بينك وبينه الحكومه، هذا هو الجيل اللي تنحلموا به، هذا هو الجيل اللي انا تنحلم به، تنحلم بجيل عنده وعي عنده ضمير ما عندوش عرق الاستعباد. كون كيما بغيتي باش نعاونك، هادو اداو قاسم، قراو اداو قاسم، تخيلوا معايا بالبلوده ولا على قدها. في الاخر ما داروش الرسوم صافي حيدوها تو سامبلومون، حتى ما كانوش الاطباء ما يكونوا ولا الطبيب. انا بلا ما نبقى نهضر لكم على داكشي ما نهضرش عليه، ما نهضرش، انا نهضر على اولاد عائلتي الاطباء اللي تندور لهم. وانا فيا الفتق هو في الدار ديال طماريس ناشرهم والعائلة ديالو السعيدة. انت كاري في شي بيت في السطاح، وعارف كاري بيت في السطاح، ولكن وصمة عار بالنسبة ليه، عبد، تسميك عبد في ضمير ديالو. بتانا تتبلي انت مستعبد، انا وياك في نفس درجة الانحطاط الاخلاقي. اسمحوا لي هادشي اللي تبلي ان اللعب اللي تقبل بأنه يكون عبد، واللي تقبل أنه يكون يستعبد عباد الله في نفس درجة ديال انحطاط الأخلاق. هذا هو اللي تنقر عليه أنا، يخص يكون عندنا سمو أخلاق وتكون عندنا الحرية والنفس، واحد يدير خير يديره بلا شروط. طافي سالت الحلقة، شكرا لكم، تنتمنى لكم الخير، وتنتمنى شي واحد يكون فاهمني ولا عشرة ولا عشرين من أجل غادي أحسن. تشاو.